صربيا ايرلندا تصفيات كاس العالم 2022 يعني الجوله الاولى وشانا كيفاش صربيا وين رغم انه كان منهزم يعني في الدقيقه الين الذي سجل الهدف في الدقيقه 18 شانا دوشان الذي عدل النتيجه في الدقيقه 40 شانا كيفاش اسكندر وين سجل على المرتين في الدقيقه 69 والدقيقه 65 يعني وين شانا الشوط الاول اللي انتهى هدف لهدف شانا جيمس وين قلص النتيجه في الدقيقه 86 لكن بعد فوات الاوان نقولوا باللي بعد فوات الاوان رغم ان صربيا وين مارك شانا كيفاش ماركو في الحراسه تاع صربيا وين لعب دور كبير شانا ستيفان شانا فيليب شانا ميلان نيكولاس عندنا كيفاش ساساش عندنا اوروس عندنا دوشان عندنا يعني تاتيش دوشان تاتيش عندنا كيفاش دوشان مسجل الهدفين يعني في الدقيقه 69 و 75 عندنا كيفاش ايرلندا وين مارك في الحراسه شيموس عندنا كيفاش ايرلندا عندنا كيران عندنا ماتا دار عندنا دار اوتش عندنا الين عندنا كيفاش جورج كولين عندنا جينسون كالوما يعني رغم ان شاننا كيفاش ايرلندا وين لعب خطه 3 5 2 شاننا كيفاش صربيا وين لعب خطه يعني التقليديه خطه 4 4 2 وين كل مدرب وكانت عنده النظره تاعو كل مدرب وكانت عنده التركيبه البشريه اللاعبين وين شاننا كيفاش صربيا رغم انهم تلقاو هدف في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب الين يعني في الدقيقة 18 انا دوشان وين سجل الهدف يعني في الدقيقة 40 تعدي النتيجة لصالح صربيا شان اللعب كان مفتوح يعني اللعب كان مفتوح في البداية شان وين حتى ايرلندا وين حاولت في الشوط الثاني التسجيل والفوز لكن صربيا اسكندر اللي يعرف كيفاش يسجل الهدف في ظرف 6 دقائق سجل هدفين يعني اسكندر اللي سجل في الدقيقه 9 في الشوط الثاني في الدقيقه 69 اسكندر يعود ويضيف الهدف الثالث وهدف الفوز في الدقيقه 75 رغم ان جيمس وين قلص النتيجه في الوقت قبل الوقت نهاية المباراة بأربع دقائق في الدقيقة 86 لكن بعد مش عندنا كيفاش فاني كنقولوا باللي وين شعنا كيفاش الدفاع تاع صربيا خاصة والحارس ماركو شعنا ستيفان شعنا فيليب اللي خرج دقيقة 46 بسبب الإصابة ميلان نيكولا حتى المدافع فيليب اللي دخل مكان المدافع فيليب يعني دخل مكان المدافع دقيقة 46 وين لعب بقوة عرفوا كيفاش يفوزوا في الأخير وين انتهت المباراة لصالح صربيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 صربيا 3 أهداف إيرلندا هدفين صعيدوا.